لنقاش ملف الجزائر. ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس الباحث في القانون الدولي الدكتور إسماعيل خلف الله. أهلا بكم دكتور. أهلا وتحية لكم والمشاهدين الكرام. كيف تقرأ الرسالة الثانية التي وجهها بوتفليقة للشعب وما تضمنته من نقاط عن المظاهرات الحالية؟ باختصار شديد أن هذه الرسالة هي أكذوبة أخرى، و الرجل ميت مريض في مستشفى جنيف، والجماعة يقولون أنه أرسل رسالة أخرى. يعني هذا ضحك وكذب وبهتان يعني حقيقة. لكن الآن الكل يعلم، يعني العالم كامل يعلم أن الرجل مغيب وغائب، والشعب الجزائري يعلم بهذا. هؤلاء ما زالوا يتعاملون مع هذا الشعب وكأنهم يتعاملون مع صبي. وهذه الرسالة ما هي إلا كتبها المحيط، محيط الرئيس، المحيط المستفيد من الوضع، الذين هم يقولون، هم قالوا أن بوتفليقة سيذهب إلى جنيف في لإجراء فحوصات عادية في خلال 48 ساعة يعود للجزائر. الآن نحن تقريبا أسبوعين ولم يعد الرجل، لم يعد، وهو الآن طريح السرير وهو تحت رحمة الأجهزة ولا يعي أين يوجد. والتقارير، الحقيقة أن التقارير الطبية والتقارير الإعلامية أصبحت تخرج للعلن على أن الرجل ليست له القدرة ولأنه يمر بمرحلة حرجة، وأن الأطباء لم يستطيعوا حتى أن يقوموا بعملية جراحية يعني للمرحلة أو للوضعية الحرجة التي يعاني منها بوتفليقة من عدة أمراض. نعم. بالتالي فهذه الرسالة هي كذب آخر وضحك على أن يعني هذا الشارع الذي الآن، هذا الطوفان السلمي الذي يخرج يوميا، وهؤلاء يعني من كل أطياف المجتمع، وكما لاحظتم اليوم أن الاتحاد المحامين، سنتحدث عن تحركات المحامين والصحفيين، لكن قبل ذلك أسألك عن موقف المؤسسة العسكرية في ظل إرسالها لعدة رسائل ضمنية ومبطنة في مختلف خطابات الفريق قايد صالح، وتركيزه على جزئيات السلم والإرهاب وحق التظاهر السلمي. كيف تقيمون الخطاب العسكري في الجزائر؟ للأسف الشديد ما زالت أسلوب التخويف ما زال، وأسلوب الترهيب ما زال، رغم أن الشعب الجزائري أثبت وعيه وأثبت تحضره وأثبت سلميته. التظاهر السلمي الذي لم نشهده هنا في باريس سجله الشعب الجزائري من خلال هذه المسيرات وهذه الوقفات، وقد لاحظنا الشباب كيف عندما تنتهي تلك المسيرات كيف ينظف الشوارع. الآن هذه المؤسسة للأسف الشديد كان من المفروض أن هذا الجيش يحمي الشعب الجزائري وليس يكون عصا على الشعب الجزائري، ويكون أداة ترهيب وأداة لقمع هذه الحرية. هم الآن وكأنهم يمنون على هذا الشعب. هذه المؤسسة هي ملك للشعب وليس لقايد صالح وللمستفيدين من هذا الوضع. الآن إذا كانت هذه الرسائل، فالرسالة كانت أقوى، الرسالة من الشعب الجزائري أقوى وأدحضت ومزقت هذه الرسائل، رسائل الكذب والبهتان، وهؤلاء الذين هم يكذبون، لو أنهم حقيقة تهمهم مصلحة الجزائر فلينظروا لهذه الجموع التي تخرج يوميا بالبرود. من يخرج يوميا من ضمنهم كان اليوم مظاهرة حاشدة للمحامين في العاصمة الجزائر الذين اتجهوا إلى المجلس الدستوري داعين إلى تطبيق الدستور. برأيكم ما مدى أهمية حراك المحامين للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتطبيق نصوص الدستور؟ نعم، هذه الوقفة سيسجلها التاريخ من اتحاد المنظمات المحامين الجزائريين الذي أثبت مرة أخرى أنه صوت لهذا الشعب، أنه وقف وتخندق مع الشعب الجزائري وأثبت، وقدموا رسالة للمجلس الدستوري اليوم. هم المحامون ذهبوا وتوجهوا إلى المجلس الدستوري الذي المفروض يعتبر هو المحكمة التي يلجأ إليها كل النزاع إذا تم انتهاك القانون وانتهاك الدستور، ولكن للأسف الشديد هذا الذي يرأس هذا المجلس
الدستوري الذي عينوه هؤلاء الجماعه، الجماعه التي تحكم باسم كادر بوتفليقه، هم عينوه منذ ايام، هم من عينوه رفض حتى انه يستلم هذه الرساله التي يوضح فيها انتهاك الدستور وانتهاك القانون، وقالوا على ضروره تطبيق الماده 102 التي تنص على في حاله استحاله مواصله او الرئيس لمهامه الدستوريه، فعلى المجلس الدستوري ان يفعل هذه الماده وان يعلن على حاله الشغور وعلى ان الرئيس هذا مريض ولا يستطيع ان يقوم بهذه المهام. المسؤوليه الاولى او التي تمثل السياده في الجزائر هي مؤسسه الرئاسه، وبالتالي فهذا هذه المحامون اثبتوا على ان القانون قد انتهك انتهك والدستور قد تم انتهاكه ايضا. نعم. بالمقابل لذلك نحاول فقط الاختصار لضيق الوقت دكتور اسماعيل، بالمقابل لهذه المظاهرة المحامين نظم الصحفيون اليوم أيضا وقفة احتجاجية بالتزامن مع توقيف إعلانات الدولة عن مؤسستين إعلاميتين بعد تغطيتهما للمظاهرات، إلى أي مدى يندرج ذلك ضمن سياسة تكميم الأفواه؟ هذا السؤال يوجه لهؤلاء الذين هم الآن يدعون وانهم يمنون على هذا الشعب بالحريه، حريه التظاهر، هذا حق دستوري وحق حريه الصحافه نص عليها دستور 2016 دستور بوتفليقه، حريه التظاهر، حريه الراي، كل هذا ليست بعطايا تعطيها هذه المجموعه للشعب الجزائري، هذا المفروض هذه حقوق دستوريه، ولكن الواقع يثبت ان هؤلاء ما زالوا يؤمنون بسياسه المقص الذي يخضع، وخاصه الصحافه الرسميه والاعلام الرسمي، تلفزيون او صحافه او مكتوبه، فها هم الان خرجوا عن صمتهم وقرروا بالتظاهر ايضا وبانضمامهم الى الحراك الشعبي، الان هم يقولون ان الاكماه او الافواه ما زالت يمارس عليها قمع الرقابة وكل هذا، لكن ما أردت أن أقول أن كل الشعب الجزائري بكل أطيافه وبكل قطاعاته أثبت وأعلن رفضه لهذه السياسة ولهذه العهدة. إذا لاحظت يا أستاذة، إذا لاحظت مؤسسة أو منظمة المجاهدين، تلك المنظمة التي كان تستعملها السلطة لتزكية مشاريعها وخططها وسياساتها، ها هي الآن تخرج عن صفها وتقول لا للعهدة الخامسة وتنضم إلى الحراك. إذا لاحظنا أن منظمة اتحاد العمال الجزائريين الذي كان وسيلة أداة أخرى تستعملها السلطة لتمرير مشاريعها، ها هي تنشق فيها الانشقاقات الكثيرة ويبقى إلا رئيسها سيدي السعيد الذي هو رقم من أرقام الفساد. فبالتالي فنقول أن كل المنظمات التي كان يستعملها النظام والسلطة الآن تنضم يوميا إلى الحراك الشعبي، ولكن لم يبقى هذا الحراك. دكتور اسماعيل، ما هي توقعاتكم لمظاهرة الغد، وكذلك ما هي توقعاتكم لما بعد الجمعة باعتبار أن هؤلاء المتظاهرين يطالبون أو يلوحون أقول بعصيان مدني أو إضراب عام؟ أنا أقول أنها سوف تكون رسالة أخرى، رسالة قوية أخرى، لأن هذه السلطة لم تستمع لهذه الرسائل القوية التي قدمها الشعب الجزائري من يوم 22 إلى يومنا هذا. الآن غدا ستكون رسالة أخرى ستقدم وستفحم هؤلاء الذين يقولون أنهم أوصياء على الشعب. الشعب قال لهم، يقول لهم أطلقناكم، اتركونا وشأننا، لا نريد وصايا منكم، لا نريد وصايا منكم، يا أنتم من خربتم الجزائر 20 سنة، هذا بوتفليقة الذي الآن وجعلوه كهنود وجعلوه أصبحوا من عبدة بوتفليقة، الآن 20 سنة والاقتصاد الجزائري رغم الخزينة العامة دخلتها الملايير من الدولارات ولم يستطيعوا بناء اقتصاد يكون بديل الاقتصاد الريعي، لم يستطيعوا حتى
بناء مستشفى، والدليل على ذلك ان بوتريقة الان اين موجود؟ هو موجود في جنيف، هو تحت رحمه المخابرات سويسرا، المخابرات السويسريه تحت رحمه الاجهزه الطبيه السويسريه. كيف يتكلمون والان يقولون اضافه سنه لاصلاحات ولاقامه دستور اخر ولاقامه جمهوريه؟ يعني 20 سنه لم تكفي وستكفي سنه اخرى، يعني هذا كذب اخر وبهتان ووسيله اخرى للالتفاف حول هذا الحراك السلمي الذي ابهر العالم والذي اخلط كل اوراقهم وكل خططهم وكل مبرراتهم ذهبت وتلاشت وذابت. وبالتالي فالكلمه اليوم الى الشعب الذي قال لهم لا لسياسه استبعاد او استخفاف بهذا الشعب، ولا لسياسه فرض او سياسه امر الواقع. اذا قالوا لا للعهده الخامسه ولا لسياسه العبث، والرساله غدا ستكون اقوى ان شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتور اسماعيل خلف الله الباحث في القانون الدولي، كنت معنا عبر الهاتف من باريس.